السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة والسعادة ضيوفنا الكرام ومشايخنا العظام والجم الغفير في هذه المناسبة كيف لا نعرف كيف نقدم التهاني إلى ضيوفنا الكرام وإلى المجتمعين في هذه المناسبة. هذا يوم مسرور بالنسبة إلى هذه القرية. شباب هذه القرية كانوا ينتظرون جامعا كبيرا ليؤدوا فرائضهم وجماعتهم وجمعتهم، وفي هذه الآونة اختار سماحة السيد صالح أبل المخيني الجائي من ولاية سور من سلطنة عمان حفظه الله ورعاه، هو اختار هذا المكان لبناء مسجد شهداء سمحة الله يرحمه، آمين يا رب العالمين. والحمد لله نحن في هذا اليوم نفرح فرحا شديدا في هذه المناسبة الطيبة الميمونة المباركة بمناسبة افتتاح جامع من مساجد الله سبحانه وتعالى على يدي فضيلة الشيخ العلامة سلطان العلماء سماحة الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه، حينما كان عنده مشاغل كثيرة اختار هذا المكان، اختار هذا الوقت، اختار هذه الآونة الطيبة للحضور ولافتتاح هذا المسجد، مسجد شهداء سمحة، إكراما لضيوفنا الكرام وتلبية لدعوة فقراء وشباب هذه القرية المتخلفة ماديا ومعنويا. الحمد لله نشكر ونقدم في هذه الآونة الطيبة أزكى التهاني من جانب أهل هذه القرية ومن شيوخنا العظام، نقدم أزكى التهاني لسعادة الشيخ ناصر حمد بلال المخيني حفظه الله ورعاه، وهو ما يقدر للطلوع على المنصة وهو جالس في التحت، والسيد صالح أول المخيني الذي كان واسطة لبناء هذا الجامع وكثيرا من المساجد في منطقة نلمبور بواسطة الشيخ عبد الرحمن الدارمي، وهكذا كثيرا من المساجد في مناطق كاليكوت وواينات بطريق وإشراف جامعة مركز ثقافة السنية، اختار لنا كثيرا من الواقع لبناء المساجد حفظه الله ورعا. وهكذا السيد جمعة علي سناني هو سوى مسجد أيضا في منطقة نلمبور، وهكذا سيد بدر ناصر المخيني ولد سيد ناصر حفظه الله ورعاه، وهكذا حضر لدينا سيد صالح فايل، كلهم من ولاية سور من سلطنة عمان ومن سلطنة الخير ومن سلطنة الأمان. إنما يهبط الشيخ أبو بكر من الطائرة في سلطنة عمان يقول دائما كل وقت حينما ينزل من الطائرة إلى سلطنة عمان شيخ أبو بكر، فضيلة الشيخ أبو بكر يقول هذا ليس بلد عمان فقط، ليس هذا بلد الأمان، بلد الإطمئنان، بلد الهدوء، بلد التراث، هكذا دائما يقول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنا ولضيوفنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين، وكل ضيوفنا
كلهم يبنون لنا مسجدا ومدارس مدارس القرآن ودور الأيتام ويستغلون بكفالة الأيتام ويدلون على أهل الخير ويدلون على فضيلة الشيخ أبو بكر وخدماته بين أهالي عمان في مسقط وفي صهار وفي سور وبذلك دائما يجيء الضيوف من سلطنة عمان وفي مقدمتهم شيخ ناصر والشيخ صالح أبو المخيني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين ويجعل هذا المسجد مسجد شهداء سمع مسجد شهداء سمحة وسائر المساجد الذي بنوا لنا وقدموا لنا وفتحوا لنا في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات والديهم وفي ميزان حسنات من بنوا لهم هذه المساجد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول أعمارنا وأعمار ضيوفنا وأعمار فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد الذي هو رئيس هيئة بناء المساجد في كامل الهند ووكيل لجنة بناء المساجد عند الحكومة وعند حكومة الإمارات العربية المتحدة فنسأل الله له أن يوفقه لما فيه الخير للأمة الإسلامية في جميع الهند وفي سائر البلاد وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.